مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس تمكن المقاتل المغربي زكريا بيشي من الفوز على خصمه المقاتل السنغالي تيرنسي سميح بالضربة الأرقادية منذ الجولة الثانية من هذا النزال، وذلك ضمن بطولة زاروبا فايت نايت التي أقيمت بإمارة دبي. قبل مشاهدة لقطات من هذا النزال الشيق، فإذا كنتم عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة تشجيع علينا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Забрал. Спин надо будет сыграть. Там уже 10 секунд осталось, не успеет. Three minutes and 59 seconds of round number two for your winner by GKO, Zakaria.